تالت حاجة بستغربها يعني بستغرب لها ومثيرة للشك، هي بعد جمع زي ما حضرتك قلت، زي ما حضرتك قلت ان جمع القرآن في عهد عثمان هو جمع من كل ال ده اللي درسناه يعني. تمام، وبعد كده ما جمع عمل لجنة قعدوا 5 سنين يتناقشوا في ايه اللي موجود في القرآن، واسقطوا جزءا كبيرا من القرآن ونسخوه ووزعوه على الامصار وحرق كل الاصول. يعني ايه؟ انا دلوقتي عايزه اثبت ان انا الكلام اللي في ايديا صح، برجع لايه؟ برجع للاصول اللي موجوده في عهد النبي. ايه اللي يثبت ان انا كلامي صح؟ الاصول. اما انا احرق الاصول ده معناها ايه؟ علامه استفهام كبيره جدا، ان اللي انا في ايدي ده غير مطابق لما كان في البدء في بدايه الدعوه الاسلاميه. وبيصير التساؤل، مش التساؤل، الشك. لان انا لو انا ما عنديش اي مشكله فان انا اللي بجمعه ده صح وان هي موجود من عهد النبي، هحرق الاصول بمناسبه ايه؟ يعني ده برضو علامه استفهام كبيره في موضوع حرق المصاحف ما دون ذاك. يعني كان عمل المصحف بتاعه قال لهم احرقوا بقيه المصاحف. طبعا انا عايزه اقول لك ان بعد كده هو برضو جه في عهد الامويين وبرضو جمعوا القران وامروا بحرق المصاحف واللي ما دون ذاك، وهنيجي للنقطه دهيت بعد شويه. فطبعا احنا لو احنا بنرجع لتاني نقطة في مصداقية الكتب المقدسة، في مصداقية القرآن، أول حاجة الوحي، تاني حاجة وقت الجمع الأول وحرق المصاحف واستثناء كتبة الوحي من اللجنة التي كانت تجمع القرآن. دي طبعا أمور تثير الشك والتساؤل.